الاعتكاف بالساعات في كل ليلة وليس كل العشر، لا بأس بذلك، لأن الاعتكاف لا حد لأقله، بل كل ما يسمى اعتكاف عرفا فهو اعتكاف شرعا. فمثلا 5 دقائق لا تسمى اعتكافا، لكن لو بقي 2 ساعة 3 يصح أن يسمى اعتكافا. فإذا نوى أنه إذا دخل المسجد في ليالي العشر أنه من حين دخوله إلى حين خروجه يكون معتكفا، فلا بأس ويسمى هذا اعتكافاً.